ثم أما بعد، فمع كتاب الله جل وعلا وكلامه المنير على الصراط المستقيم الذي رسمه الحق جل وعلا بكتابه هدى للمتقين، مستأنفين الكلام عما جاء به المقام من التعريف بالله في حصة سابقة مما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومما ورد قبل ذلك وبعد ذلك في كتاب الله من أوائل الكتاب إلى أواخره وخواتيمه، والذي عرف الله حقا وصدقا لا يمكنه إلا أن يكون من المسلمين. المسلمين بالمعنى الفعلي المصدري للكلمة، مسلم اسم فاعل، لكن المقصود المعنى الفعلي يعني حركة الإسلام. من أسلم يسلم لله، إذ قال له ربه أسلم، يعني سيدنا إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، أي اخضع يا إبراهيم لرب الكون الملك الواحد الفرد الأحد الصمد. قال أسلمت أي خضعت واستسلمت، وخضع كل شيء مني وخشع قلبي وجوارحي وجلدي وعصبي وظفري ولحمي ودمي، كما ورد به دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في سجوده، مما كان يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده: اللهم لك خشع سمعي وبصري وعظمي ولحمي وجلدي وعصبي ومخي، إلى غير ذلك من العبارات التي كان يقول عليه الصلاة والسلام من الدلالة على خضوع كلية الإنسان. هذا هو الإسلام. الإسلام حقيقة الخضوع المطلق للنفس الإنسانية قلبا وقالبا، خضوع تام. ولذلك كانت الصلاة في الإسلام تمثل أصدق تمثيل حركة الخضوع الوجدانية للإنسان المسلم في الأرض لرب. ما كاينش شي عبادة فعلا أدق من حيث التعبير ديال الخضوع وديال يعني الإسلام، ديال الإسلام بالمعنى اللي تكلمت عليه قبل قليل بما ورد في هذه الآية: إذ قال له رب أسلم قال أسلمت أي خضعت لله رب العالمين. علاش؟ لأنه عرف الله، بحث وحقق ودقق وتاه في مجاهيل ملكوت السماء والأرض بين الأنجوم والأقمار والشموس، فلما وجد أن كل شيء يفنى ويذوب لم يبقى بين يديه من ثابت إلا ثابت واحد هو الباقي الله جل وعلا، فأسلم لله رب العالمين. فمن عرف الله حقا لا يبقى بعد ذلك القلب فيه شيء من الكبر ولا من تردد بل يخضع. ولذلك من بعد هذا السياق الذي كان فيه تعريف بالله مما ورد قبله من قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، جاء بعد مباشرة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي إذا لم تخضعوا لله، إذا لم تعرفوا لله قدره، ألم تعلموا أن الله على كل شيء قدير، إذا لم تعرفوا حقيقة القدرة الإلهية ولم تعرفوا حقيقة الملك الذي لله مما يملكه من أمر الملك والملكوت، يعني العالم عالم الروح وعالم الغيب الممتد يسميه الله جل وعلا الملكوت الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه جل وعلا. فهذا الملك العظيم ملك العالمين رب العالمين، إذا لم تعرفوه فإنكم آنئذ سيقع لكم ما وقع لبني إسرائيل الذين كانوا أجهل الخلق بالله. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أتريدون أن تكونوا كأصحاب موسى؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم أي محمد بن عبد الله كما سئل موسى من قبل؟ وما سئل موسى؟ سئل قالوا أرنا الله جهرة. هذا دال على الجهل الفظيع بالله، طلبوا أن يسمعوا كلام الله ثم طلبوا بعد ذلك أن يروا ما لم يصل إليه موسى. هذا الأمر إذن يدل على عدم الإسلام، لم يسلم القلب، لم يسلم القلب لله رب العالمين. يعني نرى الإسلام عنده جوج ديال المعاني: الإسلام الاسم العلم، والإسلام الحركة الوجدانية المعنى القلبي. في جوج ديال المعاني في كتاب الله وفي سنة رسول الله، معنى اللي هو قلنا المعنى الاسم العالم زعما السميه ديال واحد الدين، ان الدين عند الله الاسلام،
وهذا يتحقق للإنسان بإعلان الشهادتين. من ثم كيبدأ يولي مسلم ويكون المسلم صالحا ويكون طالحا ويدخل الجنة، ونسأل الله العافية، قد يدخل الأخرى نسأل الله العافية وهو مسلم نسأل الله العافية. ولذلك نفى الله صفة الإيمان عن الأعراب وهم مسلمون. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هذا معنى بوحده. أما المعنى الآخر اللي هو حقيقة الدين هو إسلام القلب لله. إذا أسلم القلب لله أسلمت الجوارح قطعا، لأن الجوارح تبع للقلب، تبع للقلب، ولا يمكن لها إلا أن تعبر عن حقيقة ما يقع بالقلب. ولذلك إسلام إبراهيم كان إسلاما كاملا، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومن هنا سمى أصحابه وأتباعه وأمته المسلمين، هو سماكم المسلمين. فتسمية المسلمين في الأصل كانت دالة على الصدق، مسلم مسلم معناتها صادق الخضوع لله، صادق الخضوع لله. فإذا عرف الإنسان ربه صدقه في الخضوع وكان مسلما حقا، أي أسلم قلبه وخشع وخضع فأسلمت جوارحه، وكانت صلواته وزكواته وكل أعمال البر التي يقوم بها تعبيرا عما وقر في قلبه من الإيمان. ولذلك كلمة الحسن البصري رحمه الله، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذه كلمة حكمة. قال الحسن البصري بعض الناس يرفعونها إلى رسول الله، شي واحدين كيجعلوها حديث، ليست بحديث، هذه ليست من الحديث النبوي الشريف، لكنها من الحكم التي قال بها الربانيون وعلى رأسهم الحسن البصري من كبار التابعين رحمه الله ورضي عنه. فإذا حقيقة الدين هي خضوع، وإسلام أي استسلام لله. ومن أسلم قلبه لله لم يستدرك على ربه، لا يستدرك المسلم الحقيقي يعني بهذا المعنى، هذا لا يستدرك على مولاه، ما كيقولش المولاه اللي خلقه علاش، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمؤمن لا يسأل رباه ولا يستدرك على مولاه إذا كان مسلما خاضعا حقا لله، بل يستهجن أن يجعل خلق الله دليلا على الله، يستهجن ذلك، لأن الله هو الدليل على ما سواه، يعني يستدل به على خلقه ولا يستدل بخلقه عليه. حقيقة الخلق دال على الله من حيث إن الأثر دال على صاحب الأثر، شيء طبيعي وهذا موجود في القرآن الكريم. لكن أهل البصائر يرون الله جل وعلا سبحانه وتعالى هو جل وعلا الدال على خلقه، والعكس غير صحيح عندهم، كيشوف الله تعالى هو اللي دليل على وجود الأشياء الأخرى، فما سواه فان وهو الباقي جل وعلا، وما سواه أشباح وهو رب الأشباح والأرواح سبحانه وتعالى. ولهذا كانت سيمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبلورت أخلاقهم وقيمهم وأذواقهم على وزان السنة وعلى عين الوحي، يعني سيدنا محمد كان يربي صحابه بالذوق ديال القرآن حتى طلع، يعني بداك التعبير اللي عبروا الناس، واحد الصابع، صابع بحال الصابع ديال الفلاحة، صابع ديال الصالحين فعلا، ما تكررت قط في التاريخ ولن تتكرر إلى يوم القيامة. جيل ديال الصحابة صابع ديال الفلاحة ديال سيدنا محمد، فلحها وزرعها وطلع واحد جيل لا مثيل له، كما قيل في حقهم جيل قرآني فعلا، يعني قرائن تمشي على الأرض، قرائن يعني جمع ديال القرآن، قرائن تمشي على الأرض. بنادم غادي هو منير، سروج جمع سراج، سروج ضواو غاديين يشعلوا، فهم كالنجوم فعلا كما ورد في الأثر وليس بحديث أيضا. هذه الحكمة ديال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، ماشي حديث حتى هي أيضا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صحيحة، معنى صحيح أصحاب رسول الله كالنجوم كاللآلئ كالبدور. وقد شبه الله تعالى المؤمن بالكوكب الدري في آية النور التي سلف الحديث عنها قبل، المصباح في زجاجة، الزجاجة قلب المؤمن كما ورد في تفسير ابن عباس وأبي بن كعب وهو في الطبري وغيره بالأسانيد الصحيحة إليهما وإلى غيرهما، الزجاجة كأنها كوكب دري، قلب المؤمن بحال النجمة التي تضيء في ظلمات السماء. وكذلك إذا ما كانوا أصحاب رسول الله هم هذوك، فمن يكون بعدهم أحسن منهم؟ لا شيء.
فهؤلاء إذن لما طلعوا بديك التربية ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا مسلمين حقا، لا يردون لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لربهم أمرا ولا يخالفون له نهيا، بل كلما نزل فيهم شيء من الأمر أو النهي بادروا إلى العمل مباشرة. وهذا هو جوهر الفرق بيننا وبينهم، أنهم قوم كلما سمعوا أمر الله يتلى أو نهيه بادروا، يعني بالبلاصة كيمشيوا. لما نزل قول الله عز وجل في الخمر فهل أنتم منتهون في الخمر، سيدنا عمر أركع على ركبه، طاح على ركبه في مسجد رسول الله وقال انتهينا يا رسول الله انتهينا، يعني وحد الجاهزية، قدرة تنفيذية سريعة، جاهزية عالية منقطعة النظير. صغير فوقاش يسمع اش قال الله تعالى، بمجرد وصول الخبر من الوحي إلى قلوب أصحاب رسول الله يكونون على تمام الموعد من الأمر أو النهي. هذا الإسلام. ولذلك لما كنشوفوا أحوالنا كنوضعوا في عنا علامة استفهام على الإسلام، هل نحن مسلمون؟ مسلمون بدك المعنى ديال قالت العرب أمنا، ولكن في حقيقة الأمر لسنا مسلمين بالمعنى ديال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يعني ذاك تمام الخضوع لا يوجد إلا قليلا قليلا قليلا، نسأل الله العافية. يعني المبادرة، هذه القوة الجاهزية التي كانت لأصحاب رسول الله هي مشكلتنا في هذا الزمن، وإلا فما المشكلة؟ نسمع كتاب الله يتلى في تحريم المنكرات وفضائع الموبقات من الخمر والربا والزنا، وأحوالنا تعاكس ذلك معاكسة صارخة، شي مخبعة صارخة مسوقة السوق كله. ما هكذا يكون المسلم حقيقة، يؤذن لأداء الصلاة لأمر الله والمؤذن مناد عن الله، المدن راه داك البراح ديال ربي، راه داك المدن، المدن البراح ديال رب العالمين، كلف الله تعالى برفع الأذان ينادي أن حي على الصلاة حي على الفلاح، فذلك نداء الله. فيعجبا لمن يسمع مولاه يناديه ويدبر عطيب الدار وغادي، هذا المشكل. فالقلوب فعلا ماتت وقست وتكلست وتحجرت بحيث ما عادت تستجيب لأمر الله، ما كان يقول شيء قال أسلمت أو أسلمنا لرب العالمين. فهذا الأمر الذي أنزله الله على رسوله محمد بن عبد الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، مش بدك المعنى ديال قالت العرب، لا، وأنا أول الخاضعين، هذا المعنى، المستجيبين بسرعة في البلاصة أنا موجود، نعم رب العالمين وأنا أول المسلمين. الأولية أنا ماشي الأولية الزمنية التاريخية، لا، أولية الأداء، لأنه لما قال سيدنا محمد، لأن الخطاب كيعود على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أول المسلمين، ماشي زعما الأول في التاريخ، في التاريخ راه قبل من سيدنا إبراهيم، هو سماكم المسلمين، ولكن هو الأول في الأداء، ما كاينش شي واحد اللي أدى الدين لله بالشكل اللي أدى سيدنا محمد، من قبله ومن بعده عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه. ولذلك أما في حديثه أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، أنا سيد ولد آدم، انتهى يوم القيامة، ما فضل ولا سبق أحد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخضوع، الخضوع الخضوع، يعني الإسلام، إسلام القلب، إسلام الكلي، إسلام قلبه وجوارحه، ظفره، عظمه، لحمه، عصبه، شعره، كان إذا سجد كأنما قبض. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، لما كيسجد في ليله في قيامه، الله زعما حقيقة بدا دمي طالع الأحوال ديال رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيبكي على رسول الله، والله لا مشكلة حقيقة، يعني أحوالنا بعيدة بزاف على الاقتداء مع الأسف، الله لا مصيبة في هذا الزمن حقيقة فعلا. كتبدا تحسس كيسجد كتنقطع الحركة ديالو، مابقاش يتحرك، يعني خشوع تام، بحال ذاك الحقل ديال الزرع ملي كيكون شي عشيه وكتنقطع الريح، السبوله لما كتقال كتدلى كتميل، ما كاينش النسيم، قطره ديال الهواء ما كاينه، كتشوف الحقل ساكن خاشع خاشع خاضع كيتحركش، من تما جابوا كلمه خشوع، خاشع الحقل اي سكن سنبله بحيث لا تتحرك منه شعره، حتى ديك الورقه ديال الزعفه ديال التبن ديال الورقه ديال السنبله تحركش،
مرخية ومدلية منتهية، كأنما مات الهواء ولا ريح. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد بليل الروح مشات عند مولاه، يعرج بروحه عليه الصلاة والسلام في سجوده، ويحقق أكمال ما يكون التحقق والتحقيق. قوله هو النيت نفسه عليه الصلاة والسلام، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. رأى عبد الله تعالى في الملأ الأعلى، ولم يبقى في التراب منه عليه الصلاة والسلام إلا التراب، غير الكسدة اللي بقية تما. فعائشة لما يطول كيدخلها الشك، كتقول عندها يكون مات، فتتحسسه عليه الصلاة والسلام، كتمد يدها وتبدا تقلب في الظلام، تتحس بالنفس ديالو كتطلع وتهبط، كيقيسها بالريح ديال النفس ديالو، ضربت في يدها عندك الطمأن، كتقول راه باقي في الحياة، باقي حي، باقي عايش، وتطمئن بعد ذلك وتنام. خضوع حقيقي يعني. أسوأ ما يقع للإنسان فعلا حينما يجهل ربه وتغيب عنه حقيقة الربوبية ويغيب عنه جلالها العظيم. نبدأ في التمرد بشياء تبدو له بسيطة، كتبان لبنادم بسيطة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبدأ يستدرك في أمور العبادات وفي أمور النواهي، كيجي يبدأ يسول على حكم الربا، كتقول له ودي راه الربا حرام، كيقول لك ولكن عندي وعن اش كدير بولكن، لماذا تستدرك؟ أداة استدراك هذه مفلسة هذه، ولكن في حق الله لا ينبغي أن تكون. ماشي تقلب على راسك كدير الدوز الحرام، هذا غلط. قلب لراسك كدير ما ديرش الحرام. شو سبحان الله الميزان كيمقلب عندنا، يعني بنادم يقلب على الرخصة باش ياكل الجيفة، ربي سميتو الرزاق، قلب على راسك اش من باب باش يغنيك الله عن الجيفة. على ما تسولش هذا السؤال، وربي واسع، ولا دقيت عليه من باب الرحمة كيفتح. شيء غريب سبحان الله. الثقة بالله انعدمت، هذا المشكلة. بنادم كيبدا يتوهم بالله راه ربي تعالى سد عليه باب الرزق، ما بقى له غير الحرام. لاش وما يدري لا الله تعالى يفتح لك ابواب الرزق. سول كيفاش نديري ترفع عليا الضيق والحرج، انا في ضيق، انا في كذا كذا، ماشي كندير ناكل الجيفه، لا سول كيدير النازله تزول، سول كيدير ربي سبحانه وتعالى يرحمك ويفتح عليك ابواب الخير. ما السبيل الى نوال رضا الله وفتحه الكريم؟ السؤال اللي تقلب، لما تذهب الى اسوأ الاحتمالات؟ يعني سبحان الله ديما واحد العقيده مفلسه انتشرت عند الناس، كيحسب رزقه، شيء غريب جدا. لما كتحسب رزقك كتسد على راسك باب الرزق، اش كل اللي يحسب لك رزقك؟ تصادر الغيب، لماذا تصادر الغيب؟ كدير مصادره ديال المستقبل ديالك، بناء علاش؟ بناء على حسب الحاضر. غلط غلط. قضيه الرزق قضيه قضاء وقدر وغيب، بمعنى انه انسان كيكون موظف او عنده تجاره وحاسب هو المدخول ديالو عنده كذا وكذا درهم شهريا، كيقول إذن كيبدا يبني هذا الاستنتاج، هنا كيبدا الغلط. إذن ما يمكنليش ندير الدار، ما يمكنليش ندير، ما يمكنليش ندير بناء على هذا الحساب. هذا حساب غلط يا اخي الكريم، لانه انت لما بديت كتستنتج ما كتستنتج شيء الحاضر، لا كتستنتج امور ديال المستقبل. خاص تكون الثقه في الله كبيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من ضيقه، من همه، من كربه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهاد من والجواب ديالها كيعني الشرط، ويعني جواب الشرط فيه كيفيد في العربية اللزوم، يعني ربي تعالى كيتعهد لك، كيعطيك العهد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. واش كتكذب ربي؟ حقق الشرط أولا تجد جوابه حتما، لأن من القواعد ديال اللغة أنه الجواب ديال الشرط حتمي، حتمي ما كيتخلفش، خاصة زيادة عن العربية أنه فعل منسوب لفاعل هو الله يجعل له، شكون هو؟ رب الكون، فضمن لك. ولكن تحقق الشرط الأول، لأنه الشرط الأول مشروط، من يتق الله فهل أنت من المتقين. أول معنى يتحقق في التقوى أن تثق بالله. إذا كتجرب ربي، ربي يخسرك، ما تجربوش سبحانه وتعالى تجريب تشكيك، ولكن جرب نفسك، جرب الإيمان ديالك. نعم التجريب في الإيمان صحيح، ولكن جرب راسك أنت، ماشي جرب ربي سبحانه وتعالى. ما معنى تجرب راسك؟ دخل بالتقوى إلى العمل. خسرت ماشي تراجع الله، راجع أنت، راجع نفسك وراجع نفسي. نقول إذن هاديك ومن يتق الله ما كملتهاش مزيان، واحتمن لما دير المراجعة تلقى التقابي، تلقى راسك في الساعة الثانية غلطت في كذا في كذا في كذا في كذا. إذن لم تحقق الشرط، وإذا لم يتحقق الشرط ليس بلازم أن يتحقق المشروط، منطقي وطبيعي. ومع ذلك الله عز وجل
ويعفو عن كثير بقدرتي وبرحمتي. واخا ما كتكملوش شي الشرط ما كتكملوش وربي كيعطيك. والحديث الصحيح المليح ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا استقيموا تقدوا ولن تحصوا، زعما ما غاديش تكملوا واخا تستقمنا بدات غلط. استقيموا ولن تحصوا، لان ربي تعالى غيقبل منك الجهد ديالك الضعيف اذا اخلصت النيه له يقبلوا منك. المشكل انه النيه مدخوله، المشكل انه ما عندك ثقه بالله، مازال متردد واش الله قادر سبحانه يعطيك. اذا عندك مشكل في توحيد الربوبيه بعد، انت مازال ما عارفش الله اذا شكون هو سبحانه وتعالى. فهذا اذا امر بعدا تراجع فيه الفهم ديالك للدين، وتراجع فيه استقرار العقيده ديال الاسلام في القلب ديالك. فاذا لم تكن لك ثقه بالله في قدرته وعظمته وقدرته المطلقه الخارقه لكل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. توكل على الله تعالى توكل كلي، توكل فان كتفنى في الحقيقة ديال التوكل حتى يظن بك الجنون. ملي تكون مع الله غير خليهم يقولوا، لأنك مع الله سبحانه وتعالى تعرف من تصاحب ومن تعبد ومع من تشتغل وتتعامل. آنئذ سيتجلى لك البرهان في حياتك، وترى ببصيرة قلبك أن هذا الذي وعدك صدقك، والله لا يخلف الميعاد، لأنك صدقت، صدقت الله في توكلي، وصدقت الله جل وعلا في الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا. ولذلك إذا أسلم القلب لله كمل القلب، كمل القلب، كمل القلب في حقيقة الإيمان بالله. فإذا تردد العبد في ذلك أشبه أن يكون كبني إسرائيل اللي كانوا كيستدركوا على الله، ينزل عليهم الأمر من تشريعي أمرا أو نهيا يبدأوا يتحايلوا حتى يخسروا هذاك الأمر. وهذاك يعني أسوأ ما فعلوا حينما قالوا أرنا الله جرى، ولكن حياتهم كلها بني إسرائيل حياتهم كلها استدراك، يعني دائما يقلب يفرغ التشريع من المحتوى ديالو. هذاك اللي كيتحايل على القانون، ها النص القانوني واضح ويبدا يتقبوا من هنا يتقبوا من هنا حتى يخلي خاوي بحال الغربال لا قيمه له. ولكن هذا ماشي القانون، هذا شرع رب الكون لا حيله مع الله سبحانه وتعالى. يعلم خائنه العيون وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. قدير مطلق القدرة على العلم والخبرة بما يقع بقلبك من الخاطرة أدق من حركة النملة في الأرض. توقر بالقلب ديالك وقعت بعلم الله قبل أن تقع، له الجلال والجمال سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فهاد هاد 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 السؤال أم تريد أو واش أنتم بغين، سؤال إنكاري زجري. يعني رب العالمين لا يريد من أصحاب رسول الله أن يكونوا كأصحاب موسى. ثم هو ماشي بحال أصحاب سيدنا موسى، ثم أحسن، يعني ما تنزلوش للمستوى ديال بني إسرائيل، كونوا أفضل منهم، فأنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ما ينبغي أن يقع فيها مثل ما وقع لبني إسرائيل، أو أن يشوبها شيء مما شاب دين بني إسرائيل. رب العالمين كيعامل الناس على قدر قيمتهم عنده سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله سبحانه وتعالى، العباد الصالحون الأولياء المخلصون، يعني من سوء الأدب ومن سقوط المروءة ديالهم أنهم يبدأوا يسولوا يعني في الأشياء التي يبحثوا فيها السفهاء من الناس، يعني وسفلة الناس اللي يقلبوا يحاولوا يفرغوا النص القرآني من المحتوى ديالهم، يقلب يتحايل على آيات الخمر، ويتحايل على آيات الربا، ويتحايل على آيات الخمار، ويتحايل. يعني ربي تعالى يعني ماشي غير يعني أنه هذا الشيء حرام، لا، فوق حرام حاجة أخرى. يعني ربي كيقول لك عيب، شو ما أنت تتعامل معايا هكذا، أنا ما كنتعاملش معاك هكذا، حتى تكونوا من بني إسرائيل عاد نذكروا بذكرى أخرى، لأن بني إسرائيل ربي عاملهم القساوة، حط عليهم الإصر، لما كيديروا شي غلطة بحال هذه كينزلوا واحد التشريع معقد صافي يسد عليهم الباب، كما وقع في قصة البقرة من سورة البقرة، وقد مر فيها كلام بهذا المجلس المبارك. صافي غير استدرك الأول كيعاقبوا بعقوبة أخرى، يوزيد هذه زيد. سألوا عن البقرة وأمروا ببقرة مطلقة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مطلق، بقرة والدة ما والداش، بقرة شقفة صغيرة كبيرة، غير ذبح بقرة. هم بدأوا يتشرطوا
قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إيه وخا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان وزيد فعلوا ما تمر عوان بين ذلك ما كبيرة ما صغيرة يعني وسط. وأصعب شيء الوصول إليه الوسط في كل الأمور. أي حاجة تبغي فيها الوسط صعب طرف سهل. كل شيء أصعب ما فيه وسطه أصعب ما فيه وسطه مش تلقى الوسط في الأشياء صعب. ثم سألوا عن اللون أعطاهم واحد اللون ما كاينش بشي ما كاينش كاين ولكنه نادر جدا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع يعني صفراء ناصحة فاقع لونها تسر الناظرين. علماء قاعدين يفسروا هذه الصفرة الصفرة يفسروها قالوا دي ديك الحمراء يعني ديك البقرة البلدية الحمر ولكن في واحد وكاين واحد نوع الحمورة اللي ماينال الصفورة. وفي الحقيقة يعني تأملت هذا في البقرة أنا عمري ما شفت بقرة صفراء. إن الله تعالى واضح النص أنا التفسير هذا ما قنعنيش كيقول ربي تعالى صفراء فاقع لونها صفورية الناصحة الواضحة. أنا عمري ما شفت في حياتي هذه البقرة هذه ولذلك لم تجدها اليهود إلا بقرة واحدة ووحيدة وحده فصل الالف ديال البقر بمعنى انه فعلا ما كايناش هاد البقره هاد يعني ماشي قليله نادره والنادر اقل من القليل يعني القله بحال تقول مثلا 10% نسميوه قليل ولكن حتى 1% يتسمى قليل. فوقاش غنبداو نخدموا مع النادر من 1 في 1000 تما الندره قدش القله يعني بحال ديك الطيور والحيوانات المنقرضه تلقى في الكره الارضيه كلها 3 4 هذه ماشي القله هذه الندره. فلذلك هذه البقرة كانت من الندرة بمكان وهذا العذاب شكون اللي جبدوه هما. فربي عامل اليهود هذه المعاملة كيسول سؤال يزيدوا يعقد له الأمور. فالله جل وعلا ما عامل هذه الأمة بما عامل به بني إسرائيل وإنما عاملهم باللطف يعني ربي تعالى سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة وأكرمها أيما إكرام وفضلها على كل العالمين. رخصت فما ديك الآية ديال بني إسرائيل تفضيل بني إسرائيل هذاك تفضيل ماشي بحال التفضيل ديال أم سيدنا محمد ذاك تفضيل دنيوي وفضلكم على العالمين اللي قالها في حق بني إسرائيل تفضيل دنيوي بأن جعل منهم في الدنيا ملوكا أنبياء ملوكا أنبياء وحاصرها في أسرة بني إسرائيل في ولاد سيدنا يعقوب هذا التفضيل أعطاه. أما هذه الأمة فقد فضلت في الآخرة على الإطلاق وهذا التفضيل الحقيقي. ولذلك في الحديث الصحيح والآية كنتم خير أمة أخرجت للناس الناس على الإطلاق من آدم حتى الآخرين. وفي الحديث الصحيح نحن الآخرون نحن الأمة الخيرية لكن الأولون يوم القيامة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. والحديث له تبع لكن هذه العبارة ديال الشاهد. فهذه الأمة فضلها الله بأن عاملها باللطف والرحمة ولذلك يعني ربي تعالى كيقول لنا أنتم ماشي والآخرين أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ماشي انتم ديروا هذه الخدمة هذه ولكن راه اللي دارها. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. شيء غريب جدا أن يقرر الإنسان أن يخرج من دينه وملته ويلتحق باليهود والنصارى تسحب له وراه طلع وراه بط يعني التحق بالأدنى لا بالأعلى. وما الذي صار إليه بأفضل مما كان فيه أبدا مع الأسف الشديد إما في العقيدة أنه تلتحق باليهود والنصارى وكان على دين أو في الأخلاق. ولذلك الإسلام بالمعنى الوجداني الذي تكلمت عليه الآية يعصم العبد إنك يا ربي يعطي واحد الخلق خاص يعصم العبد من أن يسلوك سلوك اليهود والنصارى ويجعله فعلا عالي التأدب مع الله. ربك يعملنا بالأدب وبغانا ماشي نتعاملوا معاه يعني بالزجر يعني حتى نتضربوا عاد نتمشاو كالبهائم لا هذيك دارها اليهود والنصارى قالوا اللون ديالها قالوا صفراء قالوا كيفاش دايره بكر وسط لا بكر ولا كذا يعني كيعاملهم بالعصا فعلا لكن هذه الامه كيعاملها بالادب كيعاملها بالاشاره يعني هذيك العباره اللي كيقول الحر بالغمزه والعبد بالدبزه فعلا ولله المثل الاعلى. رب العالمين عامل هذه الامه باللطائف والاشارات والتنبيهات بما أكرمها من أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هذا القرآن العظيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فعلا من المؤسف أنه المؤمن فعلا كينسى هذه الحقيقة وينسى هذا الكرم اللي كرم الله به ويجي بدأ يتحايل على الله تعالى باش يأكل الربا ويشرب الخمر أو يزني أو يقوم بفساد ما أو يدير الحيل باش يحلل على رسول الرشوة ويحلل على رسول السم. كل السم يا أخي تسمي موجي اسمك
تسمم حياتك، تسمم أسرتك، يعني شيء غريب جدا. ما تفتيش لراسك بالسموم وتنتحر، وتعامل مع مولاك بالأدب، يعاملك بما المسلم هو أهله. فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان وأهل الخير والفضل، واجعلنا من أهلك وخاصتك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.